من معبر رفح من الجانب المصري ينضم إلينا أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أيمن أهلا بك. بداية لو تضعنا في تفاصيل الشحنة الجديدة التي يتم الدفع بها الآن إلى معبر كرم أبو سالم والآليات المتبعة حتى الساعة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ذلك المعبر. نعم رعد، يعني في ظل الوساطة الكبيرة التي تلعبها مصر في وقف هذه الحرب وهذه الوساطة التي تنطلق في هذه الأيام وعلى خلفية الاجتماع الثلاثي الذي عقد يوم أمس ما بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، طلبت مصر بإنفاذ مزيد من المساعدات بكميات كافية، وهي بالفعل ما جهزته مصر على مدار هذا اليوم ب 350 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية التي بطبيعة الحال نفذ منها حتى هذه اللحظة 228 شاحنة من شاحنات المساعدات تحمل المواد الغذائية والدوائية وغير ذلك من المتطلبات الأولية التي يحتاجها الفلسطينيون في ظل الحصار الممتد حتى هذه اللحظة. وأيضا باقي العدد من هذه الشاحنات يستعد أمام منفذ رفح البري تمهيدا لأن ينفذ مرة أخرى متجها من الطريق الحدودي إلى منفذ كرم أبو سالم لتتمكن أو تكتمل الدفعة التي أعلنت عنها مصر بأنها تستهدفها أن تعبر إلى الأراضي الفلسطينية من خلال منفذ كرم أبو سالم على خلفية الاجتماع الذي يعني عقد يوم أمس. يتزامن مع ذلك أيضا هو يعني التحركات الدبلوماسية الكبيرة والتمديدات التي تبذلها مصر في أو تلوح بها مصر في مختلف المحافل الدولية بما تفعله إسرائيل من جرائم حرب ضد الفلسطينيين، آخرها كان لقاء وزير الخارجية المصري يوم أمس مع نظيره القبرصي الذي أعلن من خلاله بضرورة الانسحاب الكامل من منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية من القوات الإسرائيلية التي حولت هذا المكان إلى ساحة حرب وضرورة أن يتم تسليم هذا المنفذ مرة أخرى إلى السلطات الفلسطينية حتى يتم إعادة تشغيله مرة أخرى في عبور الشاحنات المساعدات التي تصطف بالآلاف أمام منفذ رفح البري وصولا إلى مدينة العريش. ولكن أيضا ميدانيا لا تزال أصوات المدفعية الإسرائيلية ترتفع من وقت إلى آخر التي تصوب دانتها صوب المناطق الوسطى تحديدا وأيضا المناطق الغربية تحديدا في منطقة تل السلطان وأيضا حي السعودي. وأيضا هناك أيضا كما تم الإعلان يعني في صباح اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 262 تواصل عملها في بالتوسعات والتوغلات داخل مدينة رفح. وأيضا كما أعلنت الفصائل الفلسطينية منذ قليل بأنها استهدفت قوة من قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق ألغام يعني كانت أو تفخيخ ألغام في إحدى المناطق في يعني في مدينة رفح، وعلى أثره قتل وأصيب وجرح أعداد من الجيش الإسرائيلي. نتحدث أيضا بالتزامن مع ذلك هناك تفاقم كبير للوضع الإنساني وأيضا الوضع الصحي في الجهة الأخرى، وهو ما تم الإعلان عنه منذ قليل من وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة إنفاذ السولار وأيضا الوقود حتى تتمكن يعني المشافي وغير ذلك من المخابز من العمل مرة أخرى. أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح من الجانب المصري، شكرا جزيلا لك.